بسم الله الرحمن الرحيم. قبل 40 سنوات كنت طالب بالعلوم الدينية في النجف الأشرف، وعني شفت إمام الراحل إمام الخميني، وإذا وصل في النجف من تركيا والكويت، وكان رجلا في مختلف الأفكار، وفكره كان فكر العالم الإسلامية، ويريد حياة جديدة في الإسلام، وكان رجل قائد، هو سار لكل الإسلام اتحادا في مسالك المختلفة في الإسلام، ويريد طلاب الدينية لازم عليهم يروحوا إلى أوطانهم للفكر الجديد للانقلاب الإسلامية. وفكر الإمام خميني كان فكر الأئمة المعصومين، وكان مختلفا من الفكر الموجود في ذاك الزمان. أكثر العلماء مو كان متفقا أن يدخل علماء في السياسة الوقت والسياسة المدنية، ولكن فكر الإمام خميني كان ويقول لازم على العلماء يروحوا للتبليغ، ولازم عليهم أن يأخذوا القيادة الإسلامية في أيديهم، وللشعب الإسلامي لازم اتباع عليهم. وكتاب الإمام خميني الفكر الحكومة الإسلامية كان فكر الأساسي للطلاب الدينية ذاك الأيام، ونتيجة كان انقلاب الإسلامي لإيران الفكر العالمية، وكل الناس في الدنيا جاع وخاصة يدور على فكره. اليوم كل الناس المسلمين يريدون أن يتبعوا الفكر الإمام خميني في أوطانهم وفي مختلف الممالك، والشعب اليوم لازم عليه الاتباع السياسي سيرة السياسية والفكرية الإمام خميني. واليوم اتحال مختلف الأحوال في مختلف الممالك الإسلامية يدور كل شيء في اتباع الإمام خميني، ونحن الحمد لله نريد كل مكان الإنصاف للمسلمين، ولازم علينا أن نحن نفعل كل شيء ممكن في قدرتنا للتزويج والإشاعة الإسلام. هذا هو أني شفت وعلمت من قوله وسيرته،
والحمد لله اليوم نحن نتابعون على ذلك.